مساء الخير مشاهدينا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك. معي أنا محاسن مرسل وزميلي المصور محمود الباشا. يعني من جديد المصارف تعلن الحرب هالمرة، وحربة مفتوحة على الدولة والمودعين، وتقرر إقفال أبوابها إلى أجل غير مسمى. طبعا هي ببيانها الأخير عززت هذا الأسباب، أولا بالاعتراض على التعميم الأخير اللي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحمل الرقم 662 والمتعلق بكف يد المصارف إلى حد ما، طبعا يعني إلى حد التعبير، فيما يتعلق بموضوع تداول الشيكات المصرفية بالدولار الأمريكي اللي باعتها المصارف طبعا من خلال مدراء إلى ما هنالك للصيارفة لتنظف ميزانيتها، وايضا لتوفي اموال المودعين، وكان هذا الامر من احد المسببات يلي ضاربت على الليره اللبنانيه. كذلك يعني حاكم مصرف لبنان طبعا بالتعميم الاخير بيلزم المصارف باي عمليه ارسال شيك لمصرف اخر ان يحدد المستفيد، وطبعا حدد الغايات اللي متعلقه باصدار هذا الشيك في ما يتعلق بموضوع انه ان يكون ايفاء ضرائب او الى ما هنالك للدوله اللبنانيه. اعترضت على هذا الامر، اعتبرت انه منع هذا الامر هو امر مخالف للقانون. اضافه الى ذلك تضغط المصارف اليوم الى اقرار قانون الكابيتال كنترول، وهيدا القانون يلي بيحمل مخالفات قانونيه جمه، خاصه فيما يتعلق بموضوع الماده 10 يعني الى حد ما، وغيرها من المواد يلي بتعلق العمل بكل الدعاوى السابقة واللاحقة التي سترفع، يعني المتعلقة بموضوع تخلف المصارف عن سداد أموال المودعين. كذلك بيوسع صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف اللي هي بالأساس تخلفت عن دورها وتخلت عن دورها بكل الارتكابات المتعلقة بمخالفة المعايير المحاسبية، قانون النقد والتسليف، قانون القوانين التي تنظم العمل المصرفي. وكذلك وهون يعني الفضيحة الكبيرة أنه يعود للجنة أن تقرر، هي لجنة طبعا من حاكم مصرف لبنان وزير مال وطعموها بقاضي، بتحدد مين قدي المصاري اللي ممكن يعطوها. كان هنالك كلام أيضا عن موضوع قدي بده يحصل المودع عن سقف الأموال يلي المحددة له، يلي استبقتها بخطوة سابقة المصارف أعلنت عن عدم قدرتها دفع $1000 أو غيرها للمودعين. طبعا هذا الأمر يختلف كليا عن منطق قانون كابيتال كنترول يلي هو بالاساس يوضع بشكل استثنائي لمعالجه الحالات يلي بتكون بالبلد بازمه اقتصاديه او ماليه او نقديه. اليوم بدي ناقش مع المحامي رفيق غريزي الشق القانوني المتعلق بقراءه قانون الكابيتال كنترول، ابرز الملاحظات عليه، وايضا موضوع اقفال المصارف، الشق القانوني، يعني اين تخالف القوانين مصارف باقفال اليوم. مرحبا رفيق، يسعد مساك. يعطيك العافيه. الله يخليك. رفيق، شو رايك يعني بكل هالزوبعه اللي عملتها المصارف اليوم؟ هل نحن على موعد اخر من الاقفال يلي صار باول الازمه عن تبيع العام 2019 واللي استمر على جمعتين، وشفنا نحن شو كان له تداعيات؟ حقيقة رح بلش بالشق الثاني من السؤال اللي له علاقة بالإقفال المصارف. قبل ما بلش ناقش الشق القانوني، كثير مهم أن نأكد على مواضيع معينة، أنه في كل مرة تقرر المصارف إقفال أبوابها وتوصيد أبوابها، هذا يعني أن هناك ما يجري خلف الستار، وهناك ما يجري في الغرف السوداء وفي الكواليس، وهناك طبخة معينة يتم طبخها بين السلطة السياسية، بين الحكومة برئاسة رئيسها، وبين جمعيات المصارف وعصبة أو عصابة المصارف. لربما هذه المرة هي محاولة، هم يريدون تمرير قانون الكابيتال كنترول بصيغته الحالية التي لا تشبه الكابيتال كنترول كما حضرتك طرحته بأي شكل من الأشكال، يريدون تمريره إما بالقوة أو عنوة أو بالاحتيال، ولكن يريدون تمريره. ما يريدون هو إيقاف مفاعيل الأحكام القانونية التي تصدر وتنفيذ الأحكام القانونية وحق اللجوء إلى القضاء التقاضي الذي هو حق دستوري، حق مكرس بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يمكن بأي شكل من أشكال حرمان المواطن اللبناني منه تحت أي ذريعة وتحت أي سقف.
من هذا المنطلق هم يراهنون على الوقت، يراهنون على الملل، يراهنون أن الناس يريدون محو هذه الديون عليهم بشطبة، وهذا ما لا يقتضي أن يخضع له المواطن اللبناني مهما كانت الظروف قاسية، مهما كانت الظروف المحيطة به تعصي عليه أو تمنعه من المضي قدما، ولكن يقتضي أن نستمر بالمجابهة والمواجهة على كل الصعد، على الصعد القانونية وعن طريق القضاء، أما عن طريق النواب الذين يعارضون هذه المشاريع التي تهدف إلى الإضرار وتكبيل المواطن، أو عن جميع الطرق. أما في الحديث عن قانون الكابيتال كنترول، من حيث الشكل نحن نتكلم عن نفس الملاحظات في كل مسودة تطرح وتسرب، تقريبا نفس الملاحظات هي مع بعض الفوارق. لكن الجديد بهذا الاقتراح، اولا يريدون ايهام المواطن اللبناني ان هذا القانون هو لمصلحه، لان اذا راينا في الترويسي في العنوان عنونا لحمايه حقوق المودعين، هذا في العنوان، اما في المضمون فهو لحمايه عصابه المصارف وعصابه السلطه السياسيه التي تنقض بكل اطرافها. واستغرب هذه الكتل السياسيه جميعها التي لا تعترض على هذا القانون، ولا نراها تجابه هذا القانون، كما تتراشق مع بعضها البعض بالفضائح وبالمصائب التي يكيدونها لبعضهم البعض. اليوم رفيق، سوري قطعتك، بس سؤال. نحن اليوم نعرف هلا لا قضاء عم يجيبه، يعني مش فارقه معهم، يعني تقريبا هي السلطة الحاكمة من اليوم. هل تعتقد انه الأزمة حتكبر أكثر؟ هن عم يفتحوا باب للناس تعتدي عليهم، بدها حقوقها. اليوم في موظفين محبوسة مصرياتهم ما عم يقدروا يحصلوا عليها. شو برأيك أنت، وخاصة اليوم بعد كلام الحاكم اللي قال فيه، أنه التصريح قال أنه عم نحكي عن قرابة 30 مليار دولار هو أوفاهم للمصارف، وهذا الرقم كمان حيصير حافظتهم. شو برأيك حيصير يعني باختصار لو سمحت بالأيام المقبلة؟ بس قبل كنت حابب حتى المواطن اللبناني يعرف إن كان هو بده يضل قاعد عم يتفرج على هذه الأزمة، أو إن كان هو مقرر أنه يواجه هذه الأزمة، فلازم يمكن نعرف حقيقة ما يخاط له. فأنا بالإضافة لما تفضلت به بدي يشير لنقطتين أساسيتين وارد بقانون المسودة، القانون اللي بدهم يمرروه. أول نقطة هي بالحديث عن اللجنة، هذه اللجنة صلاحياتها ترك بعض منها للمراسيم التطبيقية، وهذا أمر خطير جدا. وهناك مخالفة التصاريح لهذه اللجنة يرتب مسؤوليات مالية وإدارية وجزائية، بمعنى أن إذا اضطر أحد الأشخاص أن يسحب أكثر من 800 دولار اللي قررتها اللجنة، ولو ابتدع كذبة معينة، فإنه تفرض خوة من ماله الخاص، فستفرض عليه عقوبة من ماله الخاص. فهذا اقتراح وقح جدا. والمصيبة الأكبر وقف تنفيذ التناقض في المادة الأخيرة، ما قبل الأخيرة، بالحديث عن أنه مع حفظ حق اللبنانيين أو المودعين بالتقاضي واللجوء إلى القضاء، إلا أنه يتم وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بتاريخ سابق. فهذه هرطقة بكل بساطة. إضافة إلى ذلك المادة الأخيرة التي تحدد أن مدة هذا القانون هي سنة قابلة للتمديد. هذه المادة قابلة للتمديد تذكرنا بقوانين الإجراءات الاستثنائية التي لا تزال تمدد. فأخشى ما نخشى أن نصل إلى هذا المكان. هذا أيها اللبنانيون ما تريده السلطة السياسية والمصرفية لكم، هذا أيها اللبنانيون ما يجب أن تواجهونه. أما هل ستطول هذه الأزمة أم لا، فهم لن يستكينوا قبل أن يمرروا القانون الذي يريدونه. ولكن ما مفعيل هذا القانون في حال مرر؟ السؤال هو برسم الشعب اللبناني، هل سيقف مكتوف الأيدي أم سيعارض؟ نترك للتاريخ أن يجيب. شكرا كثير المحامي الاستاذ رفيق غريزي. اذا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحه بيروت سيتي على فيسبوك، صراحه لا كلام يقال من بعد الشرح التفصيلي يلي قدمه الاستاذ رفيق غريزي. اذا يعني الاسبوع المقبل اسبوع حيكون حافل، هل سيقر هذا القانون الهجين الذي لا له أي علاقة وأي صلة بحماية حقوق المودعين؟ نحن حنبقى على متابعة، وأنا بشكركم أيضا على حسن المتابعة.